نحن نقول معاشر أهل السنة والجماعة إن أصحاب النبي عدول، يعني نجزم بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة على عدالتهم كثيرة جدا، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والله سبحانه وتعالى لا يرضى عمن يعلم أنه منافق أو سيرتد، لا يمكن، لأن في عقيدتنا أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون، فهل يمكن أن يعلن الله رضاه عن أناس وهو يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيرتدون أو أنهم منافقون؟ لا يمكن، وإلا كان الله يلبس على الناس والعياذ بالله، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. فكون الله تبارك وتعالى يعلن أنه راض عنهم هذا يكفي في بيان مكانتهم. وهؤلاء الذين أعلن الله رضاه عنهم كما يقول جابر في حديثه 14 مئة أو 15 مئة، 14 مئة أو 15 مئة، يعني 1400 أو 1500 هكذا كان عددهم، كل هؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، ما عدا عثمان كما تعلمون، لأنه تمت البيعة لأجل عثمان أصلا، كان النبي قد أرسله إلى قريش. فهؤلاء 1400 أو 1500، الله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. يقول أهل العلم: ولا يرضى الله إلا عمن علم أنه يموت على مقتضيات الرضا، وإلا لا يعني الله رضا، وإلا لازم القائلين بأن هؤلاء كان فيهم منافقون أو كانوا مرتدي ارتدوا بعد ذلك، إما أن يقولوا إن الله تبارك لبس على الناس، وإما أن يقولوا إن الله لا يعلم الغيب، وكلا الأمرين كفر، كلا الأمرين كفر. إذن الله تبارك وتعالى أعلن رضاه عنهم، ثم قال: فعلم ما في قلوبهم. هذه قضية مهمة جدا، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. إن الله يتكلم عن إيش؟ عن بواطن، والمنافق كما تعلمون يظهر ما لا يبطن من الكفر، وإذاك صار المنافقين صار المنافقون إيش؟ في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يعني يغشون، يظهرون ما لا يبطنون. فالله تبارك وتعالى هنا نبه على ما في قلوبهم، قال: فعلم ما في قلوبهم. هنا علم ما في قلوبهم، إما علم ما في قلوبهم من النفاق، وإما علم ما في قلوبهم من الإيمان، لنرى النتيجة. بعد أن علم في قلوبهم ماذا فعل لهم؟ فأنزل السكينة عليهم. إذن علم في قلوبهم إيش؟ من الإيمان والتقوى والمحبة لله ورسوله ولدينه والنصر وغير ذلك من الأمور، وإذا كانت النتيجة المكافأة. قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هل يمكن يقول هذا ربنا تبارك في المنافقين؟ لا يمكن، لا يمكن. الله تبارك لما ذكر وقال: يخادعون الله وهو خادعهم، فكيف يقول هنا بخلاف ذلك؟ هذا أمر مهم جدا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والحديث الصحيح. وجاءت زيادة عند الترمذي: إلا صاحب الجمل الأحمر، إلا صاحب الجمل الأحمر، وهو زيادة صحيحة. والمشهور أنه الجد بن قيس، وقال بعضهم ليس الجد بن قيس وإنما رجل آخر، الله أعلم، لكن القصد أنه استثنى هذا الرجل فقط، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يدخلون النار الذين بايعوا تحت الشجرة.